قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية أمس بشأن إسناد إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للهيئة لشركة آيسكور إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصولها على فرص متساوية للمساهمة في الاقتصاد. عايزه انتهز برضو الفرصه ان معانا آيسكور محمد دكاوي، لان احنا بنتكلم على منظومه متكامله، وكان من الحاجات اللي تحركنا فيها في السابق هي بالفعل آيسكور. فانا سعيده بالترابط هنا ان شاء الله، عشان ده هيدي دعم ان احنا نتحرك سريعا، لان احنا عارفين لما نتكلم على المؤشر البنك الدولي المؤشرات الدوليه اللي هو الدوينج بيزنس كان من اهم المؤشرات اللي هي مؤثره على يعني تقييم و وضع مصر في هذه المؤشرات الدولية اللي بقارنها بدول أخرى. هو كان إن إحنا كنا لازم ناخد هذه الخطوة، وأنا سعيدة. هو ممكن مش هيبان في التقرير اللي هيصدر خلال يعني أسابيع، ولكن إن شاء الله في الدوينج بيزنس القادم إن إحنا إن شاء الله يكون حصل كمان تفعيل وتنفيذ لهذا المؤشر. عايزة أركز على نقطة بقى مهمة، يعني إحنا دلوقتي حريصين جدا، وبالفعل إحنا ناقشت ده مع هيئة الرقابة المالية ومع الزملاء في البورصة، ان احنا حريصين في الفترة القادمة بدعم ومشاركة مع جميع الاطراف ان يكون في دور اكبر للجهاز المالي الغير مصرفي. احنا بنتكلم على شمول المالي، يعني ان بنتكلم على كل الادوات والاليات المختلفة اللي بتقدر ان هي تساند التمويل. فاحنا بنتكلم على تأجير تمويلي، بنتكلم على تمويل عقاري، تمويل متناهي الصغر، التأمينات، بنتكلم على البورصة، كلها أدوات مختلفة لازم إن احنا نكون متواجدة ومتوفرة لجميع فئات وجميع القطاعات، وإن شاء الله إن تضع استراتيجية زي ما دكتور عمران قال للشمول المالي، وإن شاء الله إن الهيئة الرقابة المالية برضو، وأنا بحب برضو أأكد على استقلالية الهيئة ان احنا هم يقوموا بهذه الاستراتيجيه. وانا وعدت فعلا الاداره، وبحب برضو يعني اقول لكل العاملين في هيئه الرقابه ان احنا هنا كوزاره الاستثمار والتعاون الدولي داعمين ليكم. يعني دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار دايما معودانا على فكرة يعني مساعدة المشروعات الصغيرة. صحيح. يعني فكرة كمان التمويل، إذا كان تمويل عقاري، إذا كان تمويل لبرضو بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوع من أنواع القدرة على مساعدة المجتمع بفكرة الشباب. صحيح. يعني هي دي مهمة جدا، أنا بحييها عليها. أكدت أنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها. صحيح. وأظن هي ضمن مش أولويات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أولويات الدولة كلها. صحيح. في توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن كل أجهزة الدولة بدعم. صحيح. المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر اللي ممكن تحول أسر كاملة إلى أسر منتجة.